الفرق بين ميناء قاطر وميناء صهيلة الفرق بين ميناء قاطر وميناء صهيلة اللي هو ميناء صهيلة يونس في السردين في اسمها الزهر عندها مضايق عندها برشا مضايق والفرق الأكثر من الأضايق هي لي البراق احنا بعضهم احنا في صهيلة ما عندناش مش بتجمع ما عندناش عش نطلع وخلاص يوم نمشي لطولبة ويوم نمشي لمستير وقت اللي طولبة تاخذ 57 مليار وتحب تحسن برطة وعندها رافع 150 ترناطة وباش تنزادها رافع 250 ترناطة واحنا حتى شريول ما عندناش باش نطلعوا عليه هذا يعمل حرب بين البلدان لا هذاك بحار سيدي اذا كان امس تصيبها ينزادها جناح وبعد نهار تعمل جرافات باش ينزادها ثلاث قايل على عندها 10 فلايت البرد هذا مش معقول بكل كايا وباش تصوروا حرب في البلاد ومن بعد تقولوا لي كيفاش تسكتوا وتسايسوا العباد وخلوهم متروفين وخليهم عاقلين ما فماش ما اكثر من الناس بحاره متربيه وعاقله وقد السيديه واكبر مثل فيهم اولاد البحاره طب ما خلات ما طلع من كل بحاره هذوك اللي يعقدوهم برشا ناس شهاد وهم ياسر ناس ما تحكي كان خايب على البحاره بالاخص كتب حتى قدام ما يسمح هذاك يتعاقب نص وهذاك يتعاقب نص ما عليناش هذا من الواقع خلينا انا في بند اخويا راي كان في ناس انا بورتال مش نرقعوا فيه غزلنا فكوه حطوه في بورتال مش نرقعوا ولا سوق صغير احنا عينا وفدينا بال 1500 ايراد عبيهم في الكاميون وتمشي تبعاتهم لطولبه مش تبيعها فلوكة كي ينوب عليها ربي يجيب 1500 حوض تعبيهم في تدخل بالصيد وتعبيهم على دوام تخسر عليهم الفلوس وتمشي تبيعهم في طولبة احنا مش حكيت ما نحبوش ننفعوا بورتنا ما عندناش وين نبيعوا عطينا الرصيف عملنا الرصيف ومش نبيعوا رصيف الانزال رصيف الانزال بلاصة عملنا بلاصة خلينا نبيعوا وخلينا ننهضوا بالبلدية هذه وبالبلاد هذه وبحارتنا وننوروا بورتنا بورتنا محلول على لمطة سعادة مقنين بحجر راهو حتى كيات تتسخن الدنيا وتاكل بعضها وبالعائلات اللي ما عندهمش كراب باش يصوبوا القنطاوي والمارينا يصوبوا البورت سهيل على رجليهم يتنفسوا في سيدي رمضان وفي السخانه اللي يبدا بورت لايق ومحفول ومقبول راهو عيب الشيء اللي قاعد صاير اذا كان في 2017 على حكايه ال 1700 والهمزه اللي جبت لي بكري كيفاش احنا باينه 1000 مليار و 800 تعرف شنو جات هذيك مرتين توقع عندنا كارثه في وسط البرد بشنو يتكسروا فلايك في وسط البرد بشنو والولايه تعطي ب 300 و 250 دينار اعانات حربوش عم تعملوا سك ناس باش يسدوا كل بحاره ولكن انت مش هذا الحل اذا كان انت تقول لي هاني صرفت عليك مليار زدتك حجر اليوم باش نعمل فيه سيدي من هذيك قال لي هذيك المهندس قال لي شي حتى هذا المهندس هو غلط البحار هو اللي يحب يعرف كيفاش يصلح برد انت مخصوص طلبته انت قلت لك بكري كلام كراو انت قلت لي لازم ترجع للدوله وترجع للمهندسين تو المهندسين ما حبوش يسمعونا ما بوش يعملوا لنا حاجه باهيه ما بو يعرفوا كل شيء ويحبوا ديما البرد خارب باش ديما تنزاد شويه وياخذوا هكا تصفى كتب وتطلع كيف والمنفعه للبحار ما تشدش ما هو قادش كيفاش باش نعملوا احنا توا اليوم في 2017 امس في الايام هز واحد يكركر في ساحه ومشي وسط البرتول ما عندك وسام التصويره ولا هذا الفلوكه انا مكسر ماشي وسط البرتول باش يخرج زميله قدروا انفار كركر وسط البرتول يدخل فيه فلوكه يدخل عمل الخير اصبح مكسر باش يطلع فلوكه ايه احنا وين ما واحنا نناديو ونعيطوا ونقولوا احنا راهو يا اخي انت تمشي على رجليك انت تحب تصوم حتى تقول تمشي على رجليك على السقاله انت 25 عام في اسمه ما تنجمش تتعدى يدش عليك البحر مش فلوكة مش تكلم انت انسان مواطن تونسي مش تحب تعدى على السقاله نتاع سعد احنا فليك تفاكي نجيو راكين في فليكنا 24 عقله اللي هو مش نو نطيحوا على بعضنا ونكسروا بعضنا حتى حجر ركا باش يدور روحه باش يدور باش يحمي معناها ما عندناش حتى حجر كيلو براد حجر اللي بتاع السور هكا بتاع البرد حتى حشرت في البرد معناش فقالت لو تخفض برد هالتاوى ما خلاه ما عملوله حشر هكا خلاه محلول عشر وبلا سنس لحظة وحق بلا يزيد يحفلوا لكم وبلا يعمل هو الارتاب والشريع الشد خاطر الدراسة مش تحكي لك غلطة متاعها ما همش ماشيين في الصحيح ايه احنا وين اليوم في 2017 البلدان الكل تعيطوا تاخذوا في مايك
نحبوا صيادله المطروق بالعقل انت مش تاخذوا بالك وكيفاش مش تاخذوا بالك ويرحموا والدين يعاونونا كيفاش يعني صحه سي انا بس كل شيء قالوا سي صابر انا مشغول انا قلت لك كيفاش مش بيما سياسه التجاره مع البحاره في اتخاذ مناكب وقولوا القرار كسوا مشاريع وشي وعلاش مشاريع جي مصفر وفينا مو بعدين يتحمل معنا تبعيتها البحر اللي هو المضر نعطيه كيما سي وليد شريعه اسمي ابو السيف